مرة واحد كنت بصلي أنا في الخليج في الإمارات وبعمل أنا عادتي كده حسب ما تعودنا يعني أصل للآيات، بس بطلت هذا إنه الوقوف على رأس الآية سنة، فأقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فواحد سلفي قال لي لا لازم تقف تقول الحمد لله رب العالمين وتسكت. بقول له ليه؟ ده حتى ابن الجذر اللي هو أعلم من أهلك ممن في الأرض جميعا بالوقوف والتجويد بيقول وليس في القرآن من وقف وجب، ده كل هذه اجتهادات ما فيش وقف، يعني لازم تقف، فإن وصلت فتكون آثما لأن القرآن كله مبني على الوصل. آخر كلمة من الجنة والناس والناس، لو كانت وقف يحط لك سكون مبني على ليهم، إنما الوقوف دي عشان المعنى وعشان التدبر، لكن ليست إيه واجبة بمعنى أنك إذا لم تقف تأثم، ما فيش حاجة زي كده خالص. كل هذه اصطلاحات، وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام، يعني لا الوقف واجب ولا ترك إيه. فبيقول لصاحبنا ده لازم تقف، مين اللي قال؟ إذا كان ابن الجزري لم يقل هذا، وحتى الأنبياء والرسل والصحابة لم يقولوا هذا، منين؟ يقول لي أصلاً أنت ما قالتش الحديث القدسي في الصحيحين عندما يقرأ العبد الفاتحة إذا قال الحمد لله قال الله إيه؟ حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد. فأنت لما توصل الآيات مش هتدق الفرصة ربنا يرد عليك، يعني لازم تستنى عشان إيه ربنا مش هيلحق إيه. فأنا قلت له سبحان وصل الفهم إلى هذا الجهل وإلى هذا الغشم، قلت إيه ده واقف كده؟ قلت له طب هو انا يا بني ادم بصلي وحدي، ده ما يصلي فرض، ده سنه، بصلي قضاء حاجه، ده طب ربنا هيرد على مين؟ ولا وان في ناس بتصلي في بلاد تاني في العالم، في ناس بتصلي في البيوت، في اختلاف في التوقيت، ده معنى كده عشان نعمل كده لازم العالم كله يصلي في وقت واحد وكله يقف مع بعض الوقف في نفس اللحظه؟ ما هو ربنا مش هيرد علينا واحد واحد. وقلت له كذلك في موضوع الحديث ينزل ايه؟ ينزل ربنا. قلت له انت فاكر نزول يعني من عرق المليه والنزول كده؟ قلت له طب ماشي النزول لحد ايه؟ قال لحد الفجر. طب بيننا وبين السودان ساعتين، الفجر بتاعهم بعدين بساعة او قبل. أبو الهند في 6 ساعات، وماليزيا أو في أمريكا تقريبا 7 ساعات، يعني ربنا كده مش هيرجع العرش تاني خالص، ده شغال نزول على ما دامت أصل الليل مستمر على طول والنهار مش عارف هو فروق ليه التوقيت. وأنت فاكر يا ابني الليل في الكرة الأرضية واحد؟ طب هو بينزل من غروب الشمس، طب الآن غربت الشمس عندنا طلعت في مكان ثاني، يبقى في الحالة دي نزول ولا صعود؟ مين نزل؟ مشوفتش أنا أجهل من هؤلاء أبدا خالص، كل الميزة اللي عندهم الحفظ، يحفظون ويدرسوا الأسانيد والسنة والضعيف وكذا، إنما فقه أصول فقه علم كلام خريدة منطق لا لا إنا لله وإنا إليه راجعون.